واحد بيقول اريد ان اطمئن على والدتي ومكانتها في الملكوت، علما بانها تحضر القداسات وتسمع العظات الروحية لقداستكم، لكنها لا تعرف عن البر والقداسة والثمار الروح، لا تعرف عن ذلك شيء. لا جايز، في ناس بياخدوها بالبساطة، يعني ما يقعدش يخش في الدرجات الروحية، بالبساطة بيعرفها وبيحيوا بالبساطة وربنا بيقبلهم. ده انت لما تقرأ كتاب الدرجي بتاع يوحنا كليماكوس حاطط 30 درجة في الرهبنة لوحدها، طب مين اللي هي يوصل للـ30 دول كلهم؟ ده لو كل واحد مسك حتة حتة هيتعب، لكن في ناس بياخدوها بالبساطة. فجايز والدتك واخدة الأمور ببساطة، لكن تقول لها اسمعي، ثمار الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعفف وصلاح وإيمان، دي للست غلبان ما تعرفش تهدأهم حد. لا يا ابني، اطمئن انها كانت تعيش بالبساطة، وما يهمش ان كل واحد يعرف الامور دي. والمسيحية اول ما نشأت ديانة بسيطة، حتى في اللاهوتيات كانت بسيطة. اطمئن عليها، كانت بتحضر قداسات وتسمع ذات وماشية كويس، ما تدققش عليها.